رجل يقول: تحدثني نفسي كثيرا بأن أطلق زوجتي، وأحيانا أطلقها بقلبي دون أن أتلفظ بالطلاق، فهل يقع الطلاق بالنية والحديث النفسي، وهل يعد هذا طلاقا شفويا؟ هذه المسألة جاء فيها كلام للقرطبي فقال: العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فإنه يلزمه ما يلتزمه بقصده وإن لم يتلفظ به، قاله علماؤنا أي المالكية، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزم أحد بحكم إلا بعد أن يتلفظ به، وهو القول الآخر لعلمائنا. قال ابن العربي المالكي: الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك، وقد سئل: إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به بلسانه، فقال: يلزمه، كما يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقلبه. قال ابن العربي: وهذا أصل بديع، وتحريره أن يقال: عقد لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه، فانعقد عليه بنية أصله وهي الإيمان والكفر. قلت أي القرطبي: وحجة القول الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به، ومن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء.